فأول شي كمان بنجيب الشاكوش، لازم نجيب الشاكوش معنا. نجيب لي الأكس كمان. اوكي يا شباب، صار الساعة 12. بسم الله بسم الله. ريكو ريكو ريكو، طلع 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 طلع. أيوا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم معاذ أو عستيكو. يا منتج وقف لقلك الموسيقى لو سمحت، وقفها شوي، حط لي موسيقى رعب هيك مخيفة شوي. أيوا يا سلام عليك. المهم، قبل يومين يا جماعة نزلت هذا الفيديو، الحلقة الماضية من لعبة ماي سمر كار، وأنا قاعد أشوف يعني عم شوف تعليقاتكم. طلع لي هذا التعليق. اول شيء استغربت وقلت لحالي هل هذا الشيء صحيح يعني ولا لا، لانه مره من المرات من زمان هذا الحكي كانوا يقولوا انه في وحش حقيقي حول البيت او جوا البيت كمان. كان يفتح الباب الغرفه هذاك، داخل الباب تاع الغرفة كان يفتح. بس اخر شي طلع جليتش باللعبة، يعني هذا اللي كان بيفتح الباب كان طلع جليتش اخر شي. بس انا على الحالتين كنت حس بالرعب داخل اللعبة، ودائما كان في خوف بدون اي سبب وخصوصا بالليل. المهم، مشان اتاكد من هاي المعلومه اللي شفتها بالتعليق، على طول رحت اسال. شو مين اسال تتوقعوا يا شباب؟ اكيد جوجل، يعني ما بدي تفكير. يعني بعد بحث دام تقريبا 10 دقائق وصلت للمعلومه، وطلعت هالمعلومه صحيحه انه في وحش جديد باللعبه ماي سمر كار. اليوم يا جماعة راح نجهز أغراضنا المهمة لهي المرحلة، الرحلة الخطيرة. يعني ما بتعرف شوف شو بصير معنا، بدنا نجيب الشاكوش ونجيب الخازوق بركي من جسمه من سكلمه. فيا بسم الله، خلينا نجيب الأغراض. أول شي لازم ناخد الفلاش لايت. أهم، أوه تعال. أول شي لازم الفلاش لايت، هاد أول شي. طبعا يا شباب، انا شفت يعني معلومات عن هذا الوحش اللي بيطلع بالليل، يعني بيطلع بالبيت عند هذا اللي بيلعب قمار، اذا عرفتوه هنيك بيطلع عفوا. فاول شيء كمان بنجيب الشاكوش، لازم نجيب الشاكوش معنا. وخليني كمان نجيب عده، بركي ما بتعرف شو بصير معنا بالسياره، فحطنا اياها معنا. نجهز الاغراض المهمه، لازم ناخذ مهمه ونجيب هذا الجريل. انا شفت باللاده باليوتيوب انه عم ياخده، مدري يمكن شو تحضير ارواح ومدري وش، ما بعرف والله. المهم حط لي اياه هون نشوف، ما بعرف شو بصير معنا. وجيب لي ستبن، راح اخذ ستبن معي، ما بعرف ممكن يخرب الدولاب معي، الله اعلم. طيب شوفي عندنا كمان، ناخذ الجالون البنزين حط لي اياه هون، ناخذ اكل، الاكل هون، حط لي كمان هاد، لازم ناخذ شيء نشربه يعني. وبس بيان، شوفي بيان غرض. الغراض هاي الباقيانه موجوده بالجزيره هنيك. فخلينا نروح نجيبهم، خلينا ناخذ القارب نروح نجيبهم من الجزيره، لانه يا جماعه الوحش ما بيطلع او ما بتقدر تشوفه غير على الكاميرا. فالكاميرا موجوده عند الجزيره اذا بتتذكروا بالحلقه الماضيه انا شفتها هنيك. فخلينا نروح نجيبها. اي يا شباب، وصلنا عند الجزيرة. كيف اقول لك؟ طيب ناخذ ما بعرف هذول ناخذهم، لا ما مو محتاجهم. لا، اول شيء ناخذ الكاميرا، بعدين ناخذ هذا اللايت. اوكي، بس هذول اللي بدي اياهم. شو رايكم ناخذهم هذول؟ يلا ناخذهم، ممكن نتسلى فيهم شوي. يلا خلينا نرجع لعند السيارة مشان ننتكل ونروح لعنده. اول شيء لازم نروح عند البقالية مشان نجيب الفحم تبع الجريل. اوكي وصلنا،
يلا طفيه خلاص ما عندنا اياه. شكرا يعطيك العافية. ها طيب، هاي جبت الكاميرا وجبت هذا الضو وجبت الفتيش. الفتيش مدري اذا بحتاجه ولا لا. طيب خلينا نركبهم كلهم نحطهم جوا نحطهم جوا السيارة. اوكي خلصت، ركبت كل شيء او حطيت كل شيء جوا السيارة، بس بقيان هذا الجريل ما في مكان له، فخلاص راح احطه جوا قدام. لازم كمان نجيب، شو رايكم نجيب الاكس، نجيب الاكس هيك كاضافة اثارة. طيب يا شباب خلينا نروح لعند السوبر ماركت اول شيء، او خلينا نجيب الاكس، خلينا نجيب الاكس اول شيء، خلينا نجيب الاكس مشان هيك اذا صار ما صار كمان نستخوى هيك مع الشاكوش. الشاكوش باليمين والاكس باليسار. نجيب لي الاكس كمان. طيب يا شباب خلينا نروح لعند السوبر ماركت اول شيء مشان نجيب الفحم، ونتكل على الله نروح عند البيت بعدين. يلا اوكي يا باشا، باك يا شباب وصلنا. خلينا بس نجيب فحم بعدين ننطلق نمشي عند المحل عند البيت. سلام. اوها شو صاير هون؟ صار اوه شكله، شو اسمه، شكله صاير في جليتش او شي، طايرين ال هادولي. طيب وين اللي هون الجرين؟ انا ما اظن. ايه ليكو هاد، ايوه اشتري لي اياه. ايوه شوف شلون في جليتش صاير شوي، شكله هون في جليتش. لهلا هي اللعبة لهلا فيها ايرلي اكسس، لهلا فيها اخطاء. المهم ما علينا، خلينا شو اسمه ننتبه بموضوع الحلقة. طيب مكان هذا الزلمة قدام اخر شي هون، فخليني اروح لعنده نشوف شو بلا شي يصير الليل، لانه هو بيطلع بالليل يا شباب. اوكي يا شباب وصلنا لعند البيت، وصلنا لعند البيت اخيرا. طيب خلينا نوقف السيارة بحيث لا تدري. هذا هون، هذا اللي بيلعب قمار والله شكله هون. ايه ليك وقعد جوا. طيب ما مهم خليه هون ما في مشكلة. طيب هذا قاعد هون ما راح يأثر علينا ان شاء الله. هون في خشب. طيب خلينا نجهز اغراضي احسن لي. بدي اشوف فيني اشتغل على. مرحبا حبيبي، هذا ان شاء الله له حلقة خاصة، مو هون بعدين. طيب خليني هلا، السيارة واقفة هون، ممتاز مكانها. خليني نجيب اغراضي عشان نجهز الغرض قبل ما يصير الوقت. طلع اغراضي هون. والله يا شباب من هلا خايف، انا حاسس بخوف خفيف هيك من اول ما جيت شفته لهود. حط لي الجريل برا وجيب لي الفحم. الفحم بالشنطة، ما فحم اليكو بالشنطة. خليني عبي لله، عبي فل مشان ما نعبي ونرجش ونعبي. لا خلاص هيك فل تمام. الكاميرا خلي لي اياها هون الكاميرا. والاكل حط لي اياه هون لانه شكلنا حناكل بعد شوي. والشو هاد، هذا العدة كمان حط لي اياه هون. والكيس تبع الفتيش حط لي اياه هون. جيب لي الشاكوش حط لي اياه هون مشان استعداد. والاكس كمان، وين الاكس ليكو؟ حط لي اياه هون. شوفي كمان الباقي اللي ما بدنا هون. في شي هون؟ لا ما في شي هون. اعطيني الشرب بس. تمام شكلنا ناخذ سيكارة. خلينا نشرب مي من هون كمان، منيح الموجودة هي. طيب يا شباب خليني استنى لحتى تصير الساعة 12. وين السالم السيارة؟ يا اخي هذا مدير مرعب هيك، عم يطلع من الشباك. شوف والله بيخوف شوي. المهم ما علينا، اتركوه. هلا اول شيء خلينا نشوف الساعة قديش. بس تصير الساعة 12 برجع لكم، بكون بالليل يعني ما حتشوف شيء، فاستنوني برجع لكم. اوكي يلا. اوكي يا شباب صار الساعة 12 تمام. طيب اول شيء لازم شغل لي هذا الجواني. ثاني شيء اعطيني الفلاش. اوكي بسم الله يا شباب. هذا ساعته قاعد هون،
لساته قاعد هون هاد. طيب اول شي خلينا نجهز هاي الجريل. Thank you.
كون لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. كان معكم أخوكم معاذ أو عستيكو، والسلام عليكم.